البلطجية طلعوا من الجحور لما حسوا ان مفيش حاجة تربطهم. واحدة قتلت جوزها بالتعاون مع اخوها ابن خالتها. مش عايزة تدافع عن نفسك؟ طب قوليلي بس. هو معرفش حاجة عن اي حاجة. واللي معايا معاملة اطفال مش هاخد فيكي ساعة زمن واحدة. كان بيجيب ناس يشربوا حشيش في البيت فوق وبيطلع زمايله ويقعدوا يسهروا معاها ويشربوا معاها مخدرات فوق ويحكم عليها تقعد ببرمودا كاب قدام زمايله ويخليها تخدم عليها. ريهام سعيد صبايا الخير في الأوقات التالية على تلفزيون النهار.